السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وجبه متكامله بقى للسحور وجميله جدا، وهو الفول بقى اللي معمول بالبيض العيون. هحتاج اول حاجه فول، حوالي طبق فول صغير كده، وثلاث بيضات، ومعلقه كبيره من الزبده. تمام، بجيب بقى طاسه على النار، بحط فيها شويه زيت. طبعا طالما زبده لازم زيت مع زبده علشان الزبده ما تتحرقش. تمام، وبعدين سيبها بقى تسيح كده، ونزل عليها بقى الفول، بشوحه في الزبدة بحيث ياخد الطعم بتاعها كويس جدا. هي وجبة خفيفة جدا، الولاد بيحبوها. لو عملت معاها بس شرايح خيار كده وزبادي، يبقى كده حاجة سهلة وسريعة وجميلة جدا. كده خلاص تشوح معايا. انا تبلته بملح وفلفل وكمون، وهبدأ بقى انزل البيض، بعمله زي حفرة صغيرة كده، وانزل بقى بيضة بيضة كده. طبعا الفول مش محتاج اكتر من البهارات الخفيفة، اللي هو ملح وكمون وفلفل اسود بس عشان البيض. تمام، وطبعا مش بنحط ليمون، الفول يدوب الزبدة، الزبدة بقى بتخلي ريحته مفحفحة وجميل جدا. طبعا كل بيضة بقى بتاخديها كده لما بتستوي، بتاخديها البيضة بالفول بتاعها مع بعضها كده، بغطيها بقى عشان يستوي من فوق، ما يبقاش طري كده ومزلزل. خلاص كده الفول بقى استوى معانا، شايفين بقى شكله جميل قوي، بتقدم كده ممكن بالطاسه بتاعته عادي جدا علشان العيون بقى شكلها ما يبص. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا بقى لايك وشير لكل اصحابكم، وتقابلوا فيديو جديد وفكره جديده. وباي.